رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل، ودلوقتي هنناقش مدى تأثير انهيار البورصات العالمية على الاقتصاد المصري، وهل البورصة الآن تعد الاستثمار الآمن خلال الفترة الحالية؟ هيكلمنا أكتر عن الموضوع ده الأستاذ محمد كمال خبير أسواق المال. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أهلا محمد. وسهلا بحضرتك، بتشرف بوجودي معاك. أهلا وسهلا أستاذ محمد. يعني الفترة الأخيرة يمكن في أخبار مش لطيفة خالص عن البورصة، طبعا حضرتك متابع من انهيارات، ويعني يمكن كمان البورصة عالميا في ركود أو مشكلة. عايزين حضرتك تشرح للسادة المشاهدين إيه اللي حاصل بالظبط في البورصة. طيب الحقيقة يمكن بشكل مبسط، يمكن احنا مع ارتفاع نسب التضخم العالمية مش بس في مصر، يمكن ارتفاع نسب التضخم ونسب التضخم او مؤشرات التضخم بترجع لنتيجة لارتفاع اسعار السلع الاستهلاكية على مستوى العالم. الاسعار الحقيقة يمكن بقت غالية جدا على مستوى العالم، فده بيؤدي لزيادة في نسب التضخم ومؤشرات التضخم. فعشان نقدر نحافظ على نسب التضخم ديت، فالبنوك المركزية ويمكن أكثرهم البنك الفيدرالي الأمريكي أو المركزي الأمريكي بيحاول أنه يحافظ على النسب ديت، سواء برفع أسعار الفايدة أو بخفض أسعار الفايدة، بيكون في بالانس في الموضوع. الحقيقة يمكن الفيدرالي الأمريكي وتأثيره على الأسواق مش بس العالمية والأوروبية، ولكن طبعا على منطقة الشرق الأوسط والأسواق العربية، وطبعا منها السوق المصري بشكل كبير، لأن النهاردة احنا بنتكلم على أقوى اقتصاد على مستوى العالم بيؤثر على الاقتصاديات مش بيتأثر بالدول. فالحقيقة يمكن السوق المصري أو منطقة الشرق الأوسط بتتأثر بشكل كبير بالانهيارات الموجودة سواء في البورصات العالمية أو الأمريكية. طب مدى تأثير ده على بورصتنا المصرية إيه؟ طيب احنا ايه مدى ارتباطنا بالبورصات العالمية؟ احنا مش في منأى عن البورصات العالمية ولا البورصات العربية، خاصة ان احنا عندنا استثمار اجنبي واستثمار عربي واستثمار خليجي داخل البورصة المصرية. الاستثمار العربي والخليجي طبعا في مستثمرين بيستثمروا داخل سواء الاستثمار المباشر او غير المباشر، وبيستثمروا في السندات والاذون الحكوميه والاسهم المصريه داخل البورصه المصريه، وايضا في صناديق اجنبيه بتستثمر داخل البورصه المصريه. فالحقيقه لما بيحصل ازمه عالميه او ازمه في اي سوق من الاسواق العربيه او الاسواق العالميه، بالتالي او بالتبعيه بيحصل ان هو بيحاول ان هي وبيقفل المراكز الشرائيه المفتوحه. بمعنى لو انا النهارده عندي مشروع او عندي مشروعين، مشروع داخل البلد بتاعتي ومشروع خارج البلد بتاعتي. فالنهارده لما المشروع اللي داخل البلد بتاعتي بيحصل فيه مشكله، فبيأثر بالتاكيد طبعا ان انا بحاول ان انا اقلل من استثماراتي الخارجيه خارج الدوله بتاعتي، وده اللي بيحصل عندنا، بيقفل المراكز الشرائيه المفتوحه داخل منطقه سواء بقى منطقه الشرق الاوسط او الدول العربية، ومنها طبعا البورصة المصرية. فيمكن الارتباط ارتباط وثيق بالأسواق العالمية، وإحنا طبعا يمكن زي ما قلت لحضرتك إحنا مش في منأى أو إحنا مش في معزل من الأسواق العالمية، لأن إحنا طبعا بنتأثر بالأسواق العالمية. يمكن حتى كان تأثرنا في الأزمة الروسية الأوكرانية كان تأثرنا كبير جدا، نظرا لأن إحنا مصر بتستورد من روسيا وأوكرانيا تقريبا 80% من احتياجنا من القمح، وبيتم استيرادها من روسيا وأوكرانيا. فكان تأثرنا بالأزمة الروسية الأوكرانية كان تأثر كبير جدا، لأن زي ما قلت لحضرتك أنت النهاردة مش اقتصاد مغلق، أنت اقتصاد مفتوح، في عندنا بنصدر لدول، فأي أزمة من الدول اللي احنا بنصدر لها ده احنا بنتأثر بشكل سلبي، أو بنستورد من دول، فأي تأثر في الدول دي بالتأكيد طبعا بيأثر على اقتصادنا بشكل كبير. طب أستاذ محمد، حضرتك شايف لأي مدى هيستمر يعني هذا التراجع في البورصة؟ وشايف حضرتك إن إيه هي العوامل المؤثرة؟ طيب يمكن من أكثر العوامل المؤثرة مش بس الـ 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 الأزمة المالية الحالية أو الأزمة الاقتصادية الموجودة سواء في أمريكا أو اللي ابتدت تظهر كمان في الأسواق اليابانية وبورصة اليابان. الحقيقة يمكن كمان التوترات الجيوسياسية في المنطقة طبعا ليها أثر كبير جدا، وخاصة إن احنا شفنا الاستثمار الأجنبي، وللأسف الاستثمار الأجنبي أو الهوت ماني دائما وأبدا يعني بيكون زي ما بيقولوا الاستثمار دائما جبان، بمعنى إن هو أي توترات جيوسياسية
سياسية موجودة في المنطقة، فبيحاول ان هو بيقلص من استثماراته. يمكن احنا شفنا في بعض الدول او سحب استثمارات من بعض الدول، فده بيأثر بشكل كبير طبعا على استثمارات المنطقة بشكل كامل. فده طبعا من اهم المؤثرات ومن اهم العوامل بشكل كبير على الاقتصاد المصري واقتصاد الشرق الاوسط. حضرتك شايف ايه هي اكتر الاستثمارات اللي هتتأثر الفترة اللي جاية بسبب البورصة؟ هي الحقيقة يمكن احنا البورصة المصرية الحمد لله يعني مؤخرا، احنا بنتكلم على جلسة النهاردة، يمكن جلسة تداول النهاردة اغلقت سواء جلسة اليوم او جلسة الامس او اول امس، الحقيقة يمكن على 3 جلسات على التوالي الحمد لله ابتدينا نرجع تاني لحالة من حالة التعافي، رجعنا تاني للمؤشرات اللي احنا نزلنا منها قبل الازمة في الاسواق الامريكية الحمد لله. مش هنقدر نقول ان احنا تعافينا بشكل كامل، ولكن ابتدى في ظهور قوة شرائية نظرا لامور ايجابية عندنا تخص الاقتصاد المصري. حصول مصر على موافقة صندوق النقد بالشريحة الثانية، أعتقد أن ده كان معزز بشكل كبير جدا للأسواق المالية وللاقتصاد المصري. المؤشرات اللي ابتدت تظهر، سواء مؤشر النهاردة ظهر بانخفاض نسب التضخم في مصر، أعتقد أن ده كان أيضا إيجابي بشكل كبير جدا على الأسواق وعلى الاقتصاد المصري. فاعتقد أن احنا ممكن نبتدي الفترة الجاية نستهدف المؤشرات اللي احنا أو نبتدي نستهدف الأرقام الصعودية اللي احنا كنا ابتدينا نتحرك ليها. نعم. بالنسبة للبيع الجماعي، عايزة تعليق حضرتك عليه، وحضرتك شايف ان ده هيؤدي لزيادة في الادخار ولا هيضعف الاقتصاد؟ البيع الجماعي، لو بنتكلم على البيع الجماعي في البورصات، ده بيكون راجع لسيكولوجية الجماهير او الكراود سيكولوجي، اللي هو بيبقى فيه حالة من حالات الفزع او الرعب. الحقيقة يمكن خلينا نصنف المستثمرين النوعين في الاسواق، نوع مؤسسي وده بيكون على قدر عالي من الاحترافية والدراسة، ونوع افراد. الفرد بشكل عام هو بيخضع لعمليات نفسية وعمليات في البيع والشراء بيكون فيها راجع لشكل تغيرات نفسية اكتر وتخوف اكتر. فالحقيقة لما بيحصل اي ازمة في اي من الاسواق، بيرجع الافراد حالتهم النفسية بيكون حالة من حالات التخوف، فبيكون في عملية بيع جماعي او ذعر جماعي، وده يمكن في كل بورصات العالم، ودي عملية نفسية بحتة، فما يعني ما بيحدش بيقدر يتدخل فيها. ولكن مع التحسن المؤشرات بنرجع بنشوف ان الافراد دخولهم مرة تاني مشترين. ويمكن الحقيقة اللي كان دايما مطمننا على مدار الجلسات السابقة ان المؤسسات المالية سواء المحلية او العربية كانت صافي مشترين على مدار الجلسات السابقة. حضرتك شايف ان عمليات البيع الجماعي او عمليات التخارج هل أثرت بشكل كبير على البورصات العربية والعالمية؟ بالتأكيد طبعا، يمكن زي ما قلت لحضرتك المستثمر الفرد بيتأثر بشكل كبير جدا في حالة من حالات البيع الجماعي سواء في البورصات العالمية أو العربية وأيضا البورصة المصرية. يمكن في حالة كان في حالة من حالات التخوف لدى المستثمر المصري والمحلي من عمليات البيع الجماعي والتخارج من البورصات العالمية وانهيارات البورصات العالمية. احنا شفنا بورصة اليابان نزلت نزول حاد يمكن ما نزلتوش من 34 سنة فاتت. يمكن الحقيقة برضو الانخفاضات القوية في مؤشرات الأسواق الأمريكية كان لها طبعا طابع يعني سلبي على نفسيات المتعاملين، فكان في حالة من حالات البيع الجماعي في البورصة يمكن لوقت محدد. ولكن زي ما قلت لحضرتك يمكن المؤشرات الإيجابية وفي حالة من حالات تحسن الأداء، فده كان ساعد بشكل كبير. وأيضا مشتريات المؤسسات المحلية، لأن زي ما قلت لحضرتك يمكن المستثمرين المؤسسين أو المؤسسات المحلية بيكون ليهم دراية أكبر وعلى قدر عالي من الدراسة، فبيكون قرارهم مختلف شوية من قرار الأفراد. شايف يعني ما حدث، هل ممكن يكون مطمئن للناس إن البورصة تعد استثمار آمن بالفعل؟ طيب خلينا نقول ان البورصة استثمار امن او لا. هي الحقيقة البورصة مش فكرة استثمار امن، لان طبعا فيها ريسك بشكل كبير جدا. الاستثمار الامن او الادخار الامن هو الادخار في البنك، فهنا بيتنوع الاستثمار. قصدي حضرتك الشهادات؟ شهادات الادخار. فاحنا النهارده بننوع الاستثمار او الفرق ما بين الاستثمار والادخار. فالنهارده اللي بيستثمر لازم يكون على درايه كامله ان عنده نسبه ريسك او نسبه مخاطره
في الاستثمار بتاعه. بمعنى النهاردة أنا لو بستثمر في شراء الذهب أو بستثمر النهاردة في أسواق مالية، فالاستثمار ده نوع من أنواع المخاطرة. ليه نوع من أنواع المخاطرة؟ وارد أن أنا ممكن أشتري ذهب بسعر والسعر ده ينزل فلما أجي أبيعه أخسر فيه، أو وارد أن أنا أشتري أسهم بسعر ويحصل تراجع لسعر السهم دوت فلما أجي أتخرج أو أجي أبيع يحصل خسارة. ولكن الادخار هو اللي ما يقدرش يتحمل الريسك او المخاطره العاليه في اسواق المال، فعنده الخيار الافضل وهو الادخار لدى البنوك. فده الفرق ما بين الادخار والاستثمار. الادخار بيجيب لي عائد ثابت انا عارفه مقدما وبدخره في اي من البنوك، اما الاستثمار هو بيختلف تماما، لان اللي بيستثمر ما بيكتفيش بالعائد او بمقدار العائد اللي بيحدده شهاده الاستثمار او الادخار في البنك. فاللي بيستثمر سواء بيستثمر في قطاع العقارات او بيستثمر في قطاع شراء الذهب او في الاسواق الماليه، فاعتقد ان ده بيختلف تماما. احنا بنتكلم مثلا اللي استثمر السنه اللي فاتت في الاسواق الماليه او في السوق المصري في البورصه المصريه تقريبا كان عائد على الاستثمار بتاعه ما يقرب من حاجه و60% او 65%. اللي ادخر في شهادات الادخار في البنوك الحكومية كان عائد على الادخار ده كان تقريبا 25%. فهي المقارنة او المواءمة بناء على الشخص نفسه. فانا واحد او انا النهارده شخص ما بحبش المخاطره، فخلاص بتجه للادخار لدى البنوك بعائد ثابت وليكن مثلا 25 او 27%، وده خلاص انا كده ما فيش ريسك فيه، انا عارف العائد بتاعي هيرجع ازاي. انا مش مكتفي بالمقدار القليل من الادخار دوت وعاوز استثمر، بس عندي النهارده ريسك او عندي النهارده مخاطره ان انا ممكن يبقى العائد على الاستثمار بتاعي كبير او صغير، فبتجه للاستثمار ايا مكان بقى تبعاته او ايا مكان مقدار الاستثمار دوت عامل ازاي. طب ده يخليني برضو اسال حضرتك، يعني اي منهم يعد امن اكتر؟ الامان، لان حضرتك عارف ان دايما الناس في حاله طيب. الامان اكتر اللي مش قادر ياخد مخاطره فعنده شهادات او عنده اللجوء للادخار لدى البنوك، تمام، ايا مكان بقى البنك الموجود او العائد اللي موجود عنده قد ايه او شهاده الاستثمار موجوده قد ايه. في شهادات استثمار عائد سنوي وفي شهادات استثمار او عوائد على مدار 3 سنوات كل وعلى حسب احتياجه. بمعنى في حد النهارده عاوز يستثمر مبلغ بس لمده سنه، لان هو بعد السنه دي عنده التزامات ماديه تانية، فما ينفعش ان انا انصحه باستثمار لمده 3 سنين او في شهاده لمده 3 سنين. فكل واحد بيكيف استثماره بناء على احتياجاته الشخصيه. بمعنى ان احنا النهارده عندنا مثلا الادخار والاستثمار، ففي اوجه كتيره للاستثمار. في ناس بتحب ما بتحبش يعني تستثمر في الذهب، او بيبقى عندها مخاطره ان هو اقتناء الذهب او سبائك ذهبيه او جنيهات ذهب النهارده مع ارتفاع اسعار الذهب، هو شايف ده نوع من انواع الاستثمار، بس تكلفه تامينه هتكون عاليه جدا. بمعنى النهارده لو انا بدخر وعندي سبيك الذهب او اشتريت عدد من السبائك الذهبيه هحتفظ بيها فين؟ هحتفظ بيها في البيت، فتامينها في البيت ده ليه مخاطره عاليه جدا، لانه مش هينفع ان هو اكيد هيسيب البيت، اكيد هيروح شغله. فالنهارده فكره تامينها هيكون فيها مخاطره عاليه جدا. فكرة التقلبات في أسعار الذهب عالميا فيها مخاطرة كبيرة جدا. الدخول في سوق الأوراق المالية برضو ليه مخاطرة ولازم تكون محسوبة. ولكن بيبقى فيه بعض القطاعات زي ما بيقولوا قطاعات دفاعية، وفي قطاعات بيكون أكثر حدة في الصعود والهبوط. في بعض الاستثمارات في ناس بتفضل، ويمكن ده المقرب أكثر للمستثمرين المحليين أو المستثمرين بيحاولوا يفضلوا اصلا الاستثمار لدى العقارات. بمعنى في واحد عنده مقدار من المال فبيشتري شقه ايا ما كانت منطقتها فين او هي مكانها فين، وبيقول دي انا بستثمر فيها، بيأجرها، بيعيد بيعها تاني. فكل استثمار على حسب الشخص نفسه مدى تكيفه او مدى تحمله للمخاطره بتاعه. وطبعا كل الاستثمارات بجميع انواعها ليها فيها طبعا مخاطره. بمعنى النهارده انا النهارده لو اشتريت شقه في مكان وحبيت ان انا ابيعها بعد سنه او سنتين، فكره ان انا سرعه تسييل العقار دوت ما ده برضو نوع من انواع المخاطره، لانه مش بسهوله ان انا اقدر ابيع. لو انا محتاج النهارده مش هلاقي محتاج سيوله النهارده، فمش بالسهوله ان انا اقدر ابيع العقار في نفس اليوم او في نفس الاسبوع اللي انا محتاج فيه. ممكن يكون الاسرع سيوله الذهب، بس الذهب برضو بيرجع ليه تغيرات عالميه
وتوترات موجودة في أسواق عالمية. فالنهاردة أنا لو اشتريت النهاردة أو استثمرت النهاردة الذهب وجيت أبيعه بعد سنة أو اتنين وفي تقلبات أو في توترات عالمية في نفس الوقت ده، فممكن أخسر ما كسبش، أو ممكن أبيع بنفس السعر اللي أنا كسبت بيه. فالنهاردة فيها مخاطرة برضو. الاستثمار في البورصة مش بنقول إن هو آمن، ولكن يمكن أسرعهم تسييلا أو أسرعهم حصول على السيولة، ولكن برضو عندنا نوع من أنواع المخاطرة إن النهاردة التقلبات في الأسعار والتقلبات في البورصات العالمية. فكل واحد بيوائم مخاطرته بناء على احتياجه الشخصي، احتياجه إن هو قادر يستثمر لفترة زمنية قد إيه. أستاذ محمد، يعني عايزين برضو حضرتك تكلمنا أي القطاعات اللي تأثرت بشكل كبير جدا من انهيار البورصة؟ يمكن القطاعات، يمكن لما حصل المشكلة في الأسواق العالمية يمكن جميع القطاعات تأثرت، أو البورصة بشكل عام تأثرت ككل، مش بس قطاع أو ما فيش بس سهم معين هو اللي تضرر أكثر، ولكن البورصة القطاعات كلها تأثرت. لو بنتكلم على السوق الأمريكي يمكن قطاع التكنولوجيا كان أكثر تضررا من أكثر من القطاعات الباقية. يمكن في بعض الأسهم الموجودة في السوق الأمريكي تضررت بشكل أعنف من باقي الـ الأسهم، نظرا لحالة من حالات إن هو كان موجود في السوق الأمريكي توجه أو بعض التقارير ظهرت إن هيكون في ركود اقتصادي وفي ركود في المبيعات. فالنهاردة الشركات التكنولوجيا اللي كانت ابتدت او عندها نيه ان هي تبتدي تعمل خطه ترويجيه لبعض المنتجات تراجعت عنها، فده اثر على التداولات عندها. يمكن البورصه عندنا كان التراجع على كل الاسهم، ما كانش قطاع واحد، لان احنا ما كانش عندنا احنا الازمه، احنا تاثرنا بعامل خارجي وليس بعامل داخلي، فكان التاثر في البورصه كلها. والحقيقه الحمد لله مع التعافي كان البورصه كلها جميعها تعافت الاسهم. شايف ان في ناس استفادت او قطاعات استفادت من انهيار البورصه؟ الاستفاده ما بتبقاش استفاده في الانهيار، ولكن زي ما بيقولوا دايما في مقوله وقت الازمات بتصنع الثروات. فالانخفاض الحاد يعني زي ما بيقولوا كده في الاستثمار، اللي جمد قلبه ودخل وحط كاش في وقت ما كان فيه نزول حاد بنسبة 10 أو 15 أو 20%، فالنهاردة في جلسة النهاردة هو بيجني ثمار أو 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 15% النزول أو 20% النزول اللي هو اشترى فيها، فهو النهاردة بيحقق ربح ما يقرب من 30% على مدار أسبوع واحد. فهو ده المكسب اللي كان موجود الحقيقة، أو ده المكسب اللي تحقق. يعني نقدر نقول ان في فائزون وخاسرون دائما في فائزون وخاسرون على طول الطريق طبعا. يعني في فائز، في النهارده حد خاف وتراجع وكان عنده نوع من انواع التخوف، اشترى سلعه بمبلغ شايف ان المبلغ ده ابتدى يعلى شويه، ابتدى فيه توترات فابتدى يحافظ على السعر بتاعه وباع. في حد تاني باع قبليه، في حد يعني زي ما بيقولوا قفل الكتاب بتاعه وقال خلاص طالما في حاله من حالات انهيارات خارجيه طيب انا مستثمر طويل الاجل. ويمكن دائما ده الفائز الاكثر في السباق هو من يستثمر على المدى المتوسط الى طويل الاجل. لما الامور بتسوء بيقول خلاص انا مستثمر طويل الاجل وخلاص انا مش هبص على الشاشه النهارده او مش هبص على التداولات النهارده. فالنهارده هو ما خسرش حاجه، يمكن النزول اللي حصل ارتدينا بنفس المقدار اللي نزلناه ارتفعنا عنه، ويمكن نكون لمسنا شيء طفيف من الصعود فما حصلش لي اي تضرر. استاذ محمد، خلينا نتكلم كمان، حضرتك نصائح حضرتك للجمهور ايه في الفتره الحاليه؟ طيب الحقيقه زي ما قلت لحضرتك بالنسبه للمستثمر اللي مش هيقدر النهارده يكون عنده قدر من المخاطر او الحفاظ على المخاطر، لازم الاول الواحد بيسال نفسه سؤال الاول، هل انا مدخر ام مستثمر؟ لو انا مدخر فبتوجه للبنوك، بحط فلوسي في البنك. طيب لو انا هستثمر هشوف انا ايه القطاع اللي هقدر اتعامل معاه وهقدر اخد فيه مخاطرة،
عشان اقدر اتعامل معاه، بغض النظر بقى القطاع ده في الاسواق الماليه او في الذهب او في العقارات. يمكن في بعض التنوع في سوق المال اكتر منه بعض التنوع في العقارات او سوق الذهب، لان لوجود بعض صناديق الاستثمار. وده يمكن النصيحه اللي دايما بنقولها لصغار المستثمرين، لو انت ما عندكش الدرايه الكافيه ان انت تتعامل في سوق المال، لو انت النهارده ما تعرفش تقرا ميزانيه وتعرف ايه الفرق ان انا النهارده العائد على الاستثمار واقدر احسب الكلام دوت، فبتوجه لصناديق الاستثمار، وهي موجوده في جميع البنوك سواء الحكوميه او الخاصه. في صناديق استثمار كثيره جدا وبتحقق عوائد كبيره جدا. اقدر اختار صندوق الاستثمار ازاي؟ في معظم الصحف القوميه والخاصه والمختصه بالشؤون الاقتصاديه والماليه بيكون في جدول عامل العائد على الاستثمار وافضل العوائد الموجوده وافضل الصناديق الموجوده، بختار منهم الصندوق اللي بيتعامل او اللي موجود، وبتوجه للبنك او لمدير الصندوق دوت وبشتري وثيقه من الوثائق. مدير الصندوق دوت بيجمع الفلوس من الوثائق ديت، وهو بشكل احترافي ودراسي وبناء على رخص كتيره ومراقبه كبيره من هيئه الرقابه الماليه، الحقيقه هو بيحاول ان هو بيستثمر بديل لصغار المستثمرين وبيتعامل في اسواق الماليه لو انا ما عنديش الدرايه الكافيه. لو يعني شخص عايز يستثمر في البورصه، نصائح حضرتك ان هو يعني يدخل بنفسه ولا يتجه لشركه تدير له الاسهم بتاعته؟ برضو بناء على مقدار او قدر المحفظة المالية بتاعته. لو النهاردة انا ما عنديش دراية بالبورصة، لو ما عنديش دراية بسوق المال، لو مش هبقى متفرغ بشكل كافي لإدارة استثماري دوت، فبتوجه لأحد شركات إدارة المحافظ وإدارة الصناديق، سواء لإدارة المحفظة الشخصية بتاعتي او للدخول في وثائق الاستثمار، سواء بقى في صناديق النهارده في عندنا صناديق اكتر من صندوق بتعامل في الذهب، في صناديق بتتعامل في العملات الاجنبيه، في صناديق بتتعامل في الاذون والدخل الثابت، في صناديق بتتعامل في الاسهم. فاحنا عندنا الحقيقه يعني الحمد لله في مصر احنا عندنا مش هقول مجموعه، ولكن يعني بشكل كبير معظم الصناديق اللي موجوده ومديرين الصناديق على درايه وكفاءه عاليه جدا في اداره مثل هذه الاستثمارات. لكن يعني عايزه حضرتك برضو تقول لي ايه هي المعايير اللي اقدر ك يعني مواطن اعتمد على شركه تدير لي الاسهم بتاعتي، لان حضرتك عارف ان يعني فتره معينه ناس كتير جدا كانت متضرره من البورصه. فسواء هم كانوا مش على دراية كاملة بالمقدمين عليه في البورصة أو ما عندهمش الخبرة الكاملة في إدارة الأسهم، أو أنه في بعض الشركات اللي ما كانتش على معايير يعني جيدة من إدارة المحافظ بتاعتهم. خلينا نقول دايما خلينا نقول دايما أن المستثمر هو عليه العامل الأكبر. بمعنى أنا النهاردة لو هستثمر، بغض النظر أن أنا هستثمر في سوق المال، لو أنا النهاردة هفتح مشروع وهستثمر فلوسي دي في مشروع، لو أنا ما كنتش عارف المشروع ده أبعاده عاملة إزاي وعامل دراسة للمدى المكسب والخسارة والعائد على الاستثمار أيا مكان المكسب ده أو أيا مكان الاستثمار ده، لو أنا النهاردة حبيت أن أنا أجيب مناديل ورق وأبيعها، لازم ابقى عارف تكلفه المناديل ده هتبقى عليا عامله ازاي، لو كسبت هكسب كام، لو خسرت هخسر كام، طيب لو ما اتباعش هقدر ارجعها واخد قد ايه او هخسر قد ايه من راس مالي. لازم كل ده بيتعمل. دخولي في سوق راس المال او دخولي في اسواق المال لازم اكون على درايه بمثل هذه الامور. لو انا من صغار المستثمرين وما عنديش الدرايه الكافيه، اقدر اتوجه زي ما قلت لحضرتك لوثائق الاستثمار. وثائق الاستثمار او صناديق الاستثمار بتكون أكثر أمانا من الدخول في معترك التداول في البورصة. لو أنا النهاردة ما عنديش الدراية الكافية باختيار القطاعات، لأن النهاردة تكوين محفظة عشان ما ارجعش ألوم اللي باع لي أو اللي اداني النصيحة الغلط، اللي هي إيه؟ أنا النهاردة لازم أبقى على دراية بالقطاعات اللي أنا هخش بيها، ولازم أقسم المحفظة بتاعتي لمجموعة من القطاعات ومجموعة من الأسهم. ما ينفعش إن أنا لمجرد إن أنا سمعت عن سهم حقق بعض المكاسب لبعض الجلسات أخش أحط كل استثماراتي في السهم دوت. لازم أنوع الاستثمارات سواء في مجموعة من الأسهم أو مجموعة من القطاعات، قطاع البنوك، قطاع التشييد والبناء، قطاع الأغذية وما إلى ذلك. ما ينفعش إن أنا أشتغل في قطاع واحد، ولا ينفع إن أنا أشتغل في سهم واحد. دي النقطة الأهم دايما. لو أنا
مش قادر اخد مخاطرة عالية، ما ينفعش ان انا ازود مخاطرتي بالدخول في الشراء الهامشي او في المارجن كول، بمعنى ان انا النهاردة عندي مخاطرة في الدخول ما زودش كمان واخد مارجن كول او اخد شراء هامشي. انا ما عنديش خبرة. استاذ محمد، يعني انا بشكر حضرتك على تشريفك لينا النهاردة في البرنامج ومعلومات حضرتك القيمة اللي اضفتها لجمهورنا. شكرا يا فندم لحضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، شكرا جزيلا كمان لحضراتكم علشان متابعة الفقرة، وخليكم معانا علشان نستكمل باقي فقراتنا.